في الفيديو النهاردة هنتكلم عن الصابونة السحرية اللي هتحللك كل مشاكلك. يلا بينا. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفني انا كريم عفت، بقدم محتوى لايف ستايل وموتيفيشن سبيكر. ادخل كده خد لك لفه، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. طب انا ليه بتكلم كده بقى؟ عشان في ناس اصلا بتقول احنا مش فاهمينك، فانا قلت بقى ايه اقلل الريتم شويه عشان تفهمونا انا بقول ايه في المقدمه. اكيد انا مش قاعد سنتين بقول مقدمه وانتوا اكيد مش فاهميني، يبقى صباح الفل يعني، انا اوقف احسن بقى. فهو ده اللي انا بقوله في المقدمه للي مش فاهم، تمام؟ حدش كده ليه حجه؟ لايك بقى وسبسكرايب. ماشي. طيب، عملنا فيديوهات كتيره جدا عن العنايه الشخصيه وازاله حب الشباب والكلام ده، ولسه في ناس بتقول لي برضو الحاجات اللي انت قلتها دي فيها مواد صناعيه او فيها مواد كيميائيه، او اكيد فيها مواد صناعيه، مش عارف ان انا بقوله ده، يعني اكيد فيها مواد كيميائيه والكلام ده، وممكن يكون فيها نسبه ضرر لوشنا او جسمنا والكلام ده. فاحنا عايزين حل طبيعي، واحنا ايه بنلبي لكم طلباتكم. انتوا عايزين فيديو عنايه بالبشره وتخلص من حب الشباب والكلام ده بحل طبيعي وحل يكون مضمون، جبنا لكم الحل الطبيعي. هي صابونه رخيصه جدا جدا من زيت الزيتون او مستخلصه من زيت الزيتون، واكيد يعني لو قلت الاسم ده لمامتك او جدتك او جد جدتك اكيد يكونوا عارفينها، وهي صابونه النابلسي شاهين. الصابونه دي جامده جدا جدا جدا. هي اولا صابونه طبيه، ثاني حاجه خاليه من المواد الكيميائيه كلها حرفيا، ما لهاش ريحه قوي، بس هي المفروض لو انت ركزت فيها هتلاقيها ان هي بزيت زيتون اصلا، ورخيصه جدا جدا جدا. تعالوا بقى نقول الصابونه دي بتعمل ايه اصلا. اول حاجه هي بتعالج حب الشباب خالص نهائيا. ثاني حاجه لو انت وشك دهني هي بتظبط لك وشك وبتخليه ناشف سيكه او زي الناس الطبيعيه، مش لازم يكون وشك دهني. ثالث حاجه لو انت استخدمتها كتير بتشيل الحبوب اللي في وشك، او مش الحبوب، لما بتيجي مثلا يكون عندك حبوب مثلا او حب شباب والحبوب دي تروح بيبقى فيه اثر فيها، هي بتشيل لك الاثر ده. خامس حاجه او رابع حاجه بتفتح المسام جدا جدا عشان يبقى وشك نضيف جدا جدا وما فيهوش اي اتربه في النص او رؤوس سوداء او الكلام ده. طب كل ده بقى بكام؟ او يعني كل ده ايه النظام؟ انت هتلاقي مثلا الصابونه ب 5 6 جنيه بس، ولو جبت كميه كمان بيعملوا لك كمان عليها عروض كمان لو خدت مثلا علبه او حاجه زي كده. فانت لو انت بتجيب اصلا علاج لحب الشباب او حاجه زي كده هتلاقي مثلا ان هو معدي 100 جنيه لو حاجه نظيفه، لو حاجه مثلا اي كلام ب 50 والكلام ده. فاكيد انت تلاقي صابونه بالسعر ده 5 او حتى 10 جنيه، هي اصلا في كل حته ب 5 بس في محلات بتبيعها ب 10 والكلام ده. بس ما علينا، يعني صابونه ب 10 جنيه هتحل لك كل المشاكل دي وطبيه كمان، فانا شايف الحوار جامد جدا جدا. انا بستعملها بقالي شهرين وفعلا عملت نتيجه جدا جدا، نوع الحاجات كمان اللي انا كنت بستخدمها. بس انا كنت عامل تحدي ان انا هوقف الحاجات اللي انا كنت قلت عليها دي عشان كلها مواد كيميائيه وهستخدم الصابونه دي بس. وبجد الصابونه جامده جدا 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 حرفيا، يعني هي ملهاش ريحه بس هي بزيت الزيتون، والشركه اصلا اللي بتصنعها بتدعي ان كل الفلوس اللي بتيجي دي هي بتوصلها لفلسطين، او ليها نسبه من الارباح بتاعتها بتوديها لفلسطين او الحاجه دي، فدي برده حاجه برده تحترم جدا 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 ليهم. فصابونه رخيصه بتعالج حب الشباب، بتعالج حبوب الوش، بتعالج الهالات السوداء، بتعالج كل ده. ايه اللي يخليك ما تجيبهاش وهي اصلا طبيه؟ انا بصراحه معيش او صابونه لا معايا بستخدمها بصراحه، فانا هسيب لكم الصور بتاعتها هنا. اسمها نابلسي شاهين، وبرده ممكن برده تسال عليها مامتك او والدتك او جدتك لو عايشه ربنا يكرمها، يعني هتلاقي برده اللي هي عارفاها جدا جدا، هي اصلا من زمان جدا جدا من جدتي ومامتي والكلام ده بتتباع. نابلسي شاهين معروفه جدا جدا في مصر، طبعا مش ريسبونسر بصراحه ليهم، ويا ريت لو حد فيهم بيتفرج عليا يقول لي اعمل له ريسبونسر. انا خلاص يا باشا، انا عديت دلوقتي يا باشا، واصل ل 5000 سبسكرايب وعندي ريسبونسر وبعمل ريسبونسر لناس. خلاص يا باشا، مش عايز بقى تعمل ريسبونسر معايا، انت اللي خسران، هجيب لك ملايين ملايين الدولارات، انت اللي مش عايز، براحتك، ما عنديش مشكله، انت اللي خسران على فكره. فبس يعني فيديو ممكن يكون قصير الاسبوع ده يعني، بس يعني شايف بصراحه اللي هي كانت تستاهل ان انا اعمل لها فيديو، تستاهل ان انا اقول لكم عليها عشان حد يشتريها والكلام ده. صابونه نابلسي شاهين هي بزيت زيتون، هتعجبك جدا جدا. وبرده لو انت بتستخدمها او لو انت هتستخدمها قول لنا برده جبتها بكام، وقول لنا جبتها منين، او عملت معاك ايه، او ايه النتائج بتاعتها، تحت في الكومنت قول لي، وننفع بعضينا كلنا. وعايزين نظبط نفسنا بقى قبل ما ندخل الجامعه، ونظبط البشره بتاعتنا العنايه الشخصيه والكلام ده. وبرده انا معاك برده واحده بواحده برده عشان ايه الناس اللي لسه داخله الجامعه، علشان نظبطها بقى. وبس ما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجي لك اي ابديت في حياتي. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.